إذن هذا اليوم هذا تتويج لواحد المسار طويل شقته المرأة المغربية بفضل خصوصا منذ اعتلاء صاحب الجلالة للعرش العلوي المجيد، لأنه أعطى واحد دفعة للمرأة، واليوم كتوج على مستوى مدينة الدار البيضاء ماشي فقط من منصب العمدة، ولكن حتى تمثيلية داخل المكتب وداخل المجلس. هذا اليوم عرس ديال جميع الأحزاب السياسية، انفتاح ديال هذا التحالف، عدم ابتعاد عن الهيمنة. اليوم جميع القوى السياسية ديال مدينة الدار البيضاء كتجتمع باش تسير مدينة الدار البيضاء. هذا هو الطموح ديال الجميع، واننا نحدو تغيير على مستوى مدينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.